تمام يا حضرة العمد. ايه يا ولد؟ اداك قرش ولا تعريفة وقال لك روح قول انا مش هنا؟ دي دي ما هو يا حضرة العمد. امال اداك كام؟ ما ادانيش حاجة. والخدمة الشريفة دي بس يعني زي ما تقول حضرتك كده الطريق كان زحمة، كان مليان بط ووز وسلطات وعيش وكده. ايوه ايوه. وانت عايز ايه يا ولد؟ جنابك اللي عايزني يا جناب العمد. ايوه ايوه. جالك كلام يا مبروك؟ ايوه جالي جالي يا عمد. عرفت ان انا كان عندي حق؟ اما وانت تغلط عمرك. قول لي يا ولد، ازاي الست والدتك؟ بخير والحضرة، بخير والحمد لله يا حضرة العمد. طب كويس انها بخير والله. اني سامع بقى ان انت عريس جديد. قال دخلتي تاني يوم العيد. مين؟ دخلتي تاني يوم العيد وجنبك اول المدعوين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله كده على خير باذن الله. ابوك لو كان عايش يا ولد كان هيفرح بيك قوي قوي والله. قول لي بقى، وديت فين بقى البهيمه اللي انت سرقتها من الزريبه عندي؟ اظن لسه ما بعتهاش. بهيمه ايه حضره العمد؟ ايه يا ولد انت مسجل بهايم، والدفاتر بتاعتك بتقول ان انت ملطوط في سرقه بهايم قبل كده، بس طلعت منيه؟ انه بادي بقى يا حيل ومش هتطلع ولا بالطبل البلدي. يا حضره العمد بدك تهاري. اخرس يا ولد. وحضرتك عايز مني ايه يا جناب العمد؟ ايوه حلو، عايز مني ايه دي؟ ايوه كده. العقد جاهز يا شيخ مبروك؟ امال العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام باذن الله. اتفضل يا عمد. شوف انت عرفتك حلوه يا ولد، العقد جاهز والبصمه جاهزه وكل حاجه تمام. يلا اقسم لنا بقى بصمتك الحلوه كده يا عريس. انا يعني لو تسمح لي يعني. ايه يا واد يا محروس يا ابن ابو سالم؟ ما تنطق يا ولد اهدي. يا بشيخ مبروك، أنا لا بعرف لا أقرأ ولا بعرف أكتب، أنا عايز حد يفهمني بس أنا هبصم على إيه؟ لا، ما حدش هيفهمك، عشان أنت فاهم وعارف كل حاجة، وبتستهبل، لا حد هيقرأ لك ولا حد هيقول لك. أهو، العمدة قال لك أهو. يلا يا ولد، أبصم بقى عشان هتاخد قرشين حلوين والله، ينفعوك في الجواز ده، أنت داخل على جواز وعيدنا يا رب. أبصم. مش هتبصم. امسك يا شيخ مبروك. يا ريت مش هتبصم، أهو. أنا مالي بدل يتهرب يا واد. ابصم وارحم الخفيه. ابصم.